ويسعدني ان يكون معايا مدير التصوير المصري العالمي دكتور رمسيس مرزوق. بقول لحضرتك مليون مبروك على التكريم النهارده. الله يبارك فيك. شكرا. اكيد يعني مشوار حضرتك مع السينما والدراما بشكل عام مليء بالتكريمات مش كده؟ الحمد لله. الحمد تقريبا كم تكريم في حياه حضرتك؟ لا ده اكتر من 60-70 تكريم ما شاء الله. تحتفظ بيهم؟ عامل لهم ركن كده؟ اه طبعا طبعا احتفظ بيهم، وخصوصا انها من بلاد في العالم، وفرنسا وايطاليا ومصر وكله يعني. جميل. النهارده التكريم بقى شايفه ازاي، وخاصه ان في رموز من كافه مجالات الحياه بيتكرموا مع حضرتك؟ يعني شيء بيسعد الانسان ان في جهات بتتذكر اعمال الانسان وبتكرم عليها، فدي شيء يسعدني جدا ويسعد اي مكرم من المكرمين. اكتر عمل حضرتك اتكرمت عليه وحسيت انه فعلا قريب جدا لقلبك كان ايه؟ يعني هي عموما السينما، الافلام السينمائيه. عشقك الاول السينما. طبعا دراما التلفزيونيه شويه فيها استسهال نقدر نقول كمان قليل قوي. بس هي اسهاماتي كلها تقريبا او اغلبها سينمائيه. يمكن العمل السينمائي عشان مكثف في ساعه ونص فبيبقى فيه خلاصه بقى الابداع، اما المسلسل 30 ساعه فبيبقى الدنيا. انا ما عملتش مسلسلات خالص. خالص. الحمد لله. لو اتعرض عليك ما اعرفش، ما يعني المسلسل بيبقى فيه حاجات كتير جدا، ما فيش التركيز اللي موجود في فيلم سينما بتدي فيه كل تعبيراتك وكل احاسيسك يعني. حضرتك بقالك فتره يعني حرمنا من ابداعاتك الجميله، فنعرف السبب ايه؟ ما فيش سبب، هو السن بقى ولا ربنا يديك الصحة وطولة العمر. لا ما شاء الله يعني أبو الشباب وعم الشباب كله. شكرا. شكرا. النهارده قناة الشرقية العراقية هي القناة رقم واحد في العراق وحصلة على جائزة أفضل قناة عراقية، فتقول لنا إيه بقى؟ أقول لها مبروك، وحاجة كويسة قوي إن العراق طلعت هذه القناة منها، وإن في ناس بنعتز بيهم من بقية البلاد العربية يعني بيكرموا، وده حاجة مهمة جدا 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 بالنسبة لنا. احنا طبعا بنشكر حضرتك وبنبارك لك مرة تانية ومزيد من التألق يا فندم، ومديد من العمر بإذن الله، وتمتعنا بكل أعمالك الجميلة. شكرا. ألف شكرا.